يتجند الجميع هنا في خلية استقبال الاتصالات بمؤسسة سيارات الأجرة بعين الدفلة التي أطلقت مبادرة تعتبر الأولى من نوعها بالمنطقة بنقل الطلبة المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا من مقر سكنهم إلى مراكز الامتحان مجانا في هذه المبادرة بنقل يعني الممتحنين إلى من منازلهم إلى مراكز الامتحان يعني من صباحا من السادسة والنصف إلى الثامنة صباحا طيلة أيام الامتحان باسكو اليوم ديجا طوعنا سبيسيال على جالهم وإن شاء الله نكملوا معاهم حتى نهاية الامتحان والحمد لله يا ربي قدرنا نوفقوا وحقناهم كامل في الوقت تاعهم وربي يوفقهم إن شاء الله المبادرة لاقت استحسان واسع من طرف الطلبة المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا وأوليائهم هذه المبادرة وربي يحفظهم إن شاء الله ننجحوا كاع و باكالوريا ان شاء الله ربي ينجحنا كامل نشكر بالاخص اصحاب الطاكسيات تاع اصحاب الاجره المجاني تقوم بالواجب تاع تساعد التلاميذ على التنقل و لكم ان شاء الله تكون باكالوريا ان شاء الله تكون مليحه إن شاء الله الباك إن شاء الله. وتجدر الإشارة إلى أن سائقو سيارات الأجرة بكل من مدينتي خميس مليانة والعطافة أقدموا على نفس المبادرة التي إن دلت على شيء فإنما تدل على قيم وشيم المجتمع الجزائري المعروف بالتضامن والتكافل.